ليس يعني يجوز القول بأن الاحتجاجات لها ملامح حزبية أو خلينا نقول عرقية واضحة. الجمهور بإكماله يعاني كثير من وباء الكورونا وطبعا من سوء الإدارة لهذه الأزمة الاقتصادية، والفقراء والأغنياء وطبعا الطبقات الوسطى تعاني، ليس أقول يعني بشكل متواسي، لكن الجمهور بإكماله يعاني من الأزمة الاقتصادية. وطبعا خلينا نقول إشي واضح بأنه تقليديا الطبقات الواسعة لها خلينا نقول القدرة أنه تخرج إلى الشوارع، قدرة خلينا نقول رمزية وقدرة أيضا اقتصادية نفسها. لواحد يريد أن يذهب إلى القدس تكلفه كثير مصاري، هذا إشي يعني واضح الناس يتجاهلوا هذا الإشي، هذا يعني إشي واحد. وطبعا عرب إسرائيل مهتمين كثير، لا شك بأنه مهتمين كثير، لكن إذا ستكون هناك خلينا نقول على سبيل المثل مظاهرة مشتركة عرب ويهود، هذا يجوز نتنياهو بيقول شوفوا كمان مرة، هذه يعني مظاهرة سياسية، مظاهرة لها يعني ملامح هوية سياسية وتريد استبدال لحكم اليمين واستبداله بحكم اليسار. يمكن في هناك أولوية بأنه لا نرى جمهور عربي في ميدان رابين أو في القدس يعارضوا حكومة نتنياهو أو يشتركوا في هالمظاهرات.